أحبائي، اسمعنا تعليم يسوع المسيح في عظته على الجبل: كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي هو كامل. أنا بدعوك أنه فعلاً تصلي أنك تتشبه بيسوع المسيح، فالمسيح هو مثالنا في كل شيء، مثالنا في المعرفة، مثالنا في الكمال، مثالنا في القداسة، مثالنا في الرحمة، مثالنا في المحبة. وكلما اقتربنا من يسوع اكتسبنا أكثر من يسوع، وكلما ازددنا تشبها بيسوع المسيح تنعكس صفات المسيح ونور المسيح، تعليم المسيح وطبيعته في حياتنا، فالناس بتشوف فينا يسوع المسيح بعدسة مصغرة. مثل ما القمر بيكتسب نوره من الشمس، فهكذا نكتسب هذا الكمال من يسوع المسيح حتى فعلا نكون عنصر جذاب لهذا المجتمع. وخلينا فعلا نتكلم بصراحة، الناس اليوم فعلا وصلت إلى حالة يأس وكآبة وحزن وإحباط، وكتير ناس عم تترك الدين، وكتير ناس عم تترك أشياء كتير في الحياة، ووصلت إلى وضع ما أنا مش قادر، أنا عاجز، أنا فاشل. لكن عندما منحط مقياس المسيح لحياتنا يعطينا النعمة، يعطينا القوة، ويعطينا الكفاءة والأهلية إنه نقدر ننضج نتطور حتى نصل إلى جمال وإلى كمال وإلى مثال الرب يسوع له كل المجد. أنا بصلي إنه الرب يساعدك اليوم وتأخذ هذه الخطوة العملية الحقيقية في حياتك، ما تأجلش، أطلب منه أن يأتي إلى حياتك. Thank you.